قل يا ناكر، ماذا تدبر في عقلك لنتخلص من هذا النوح؟ نحرق كل الأخشاب ونعاقب ونحبس كل من يقترب من نوح هذا. ولم لا نخطف أحفاده لنحرق قلبه وقلب أبنائه عليهم؟ نحن لا نتورع عن فعل أي شيء يدمر نوحاً. وبعد أن نخطف الأحفاد نساوم نوحاً على ترك دعوته هذه والعودة إلى عبادة الأصنام والأوثان. إنه رجل ضعيف، ولكن أبناؤه يختلفون عنه. وماذا يعني هذا؟ نحن نفعل كل ما يمكننا للقضاء على نوح. أيها البائع، أعطني من هذا الخضار. أيها البائع، لا تعطي زوجة سام أي طعام. لماذا تفعلين هذا يا امرأة؟ حتى تجوعوا، فإذا جعتم ربما عادت عقولكم إليكم. لن نترك دعوة أبينا نوح، لن نعبد الأصنام مهما فعلتم. إذن فطعام القرية محرم عليكم يا آل نوح، طعام القرية محرم عليكم. حتى لو متنا جميعا جوعا وعطشا فلن نترك ديننا. سوف تموتون جوعاً وعطشاً وقهراً. عودوا إلى صوابكم. بل عودوا أنتم إلى رشدكم. أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ نحن نعبد الأصنام، أصنامنا هي آلهتنا. لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. أيها البائع، بأمر من أميرنا السامق امنع عن آل نوح البيع والشراء، أتفهم؟ الله وحده هو الذي يملك المنع والعطاء. بل نحن فقط من نملك هذا. إذن أعطي لنفسك عمرا فوق عمرك يا امرأة. هيا هيا اذهبي من أمامي الآن، اذهبي، إن آلهتنا لمنتصرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. هناك مؤامرة كبرى على نبي الله نوح. مؤامرة؟ كيف؟ يريدون تجويع أهله وأتباعه. إلى هذه المرحلة؟ بلغ هذا العداء؟ أحاول جاهدا أن أجمع الطعام والشراب لهم. اسمع يا مهدي، تعال عندنا ليلا وسوف أفتح لك مخازن الطعام لتطعم المحتاجين. ولكن كيف سأدخل إلى القصر؟ سأقول لك عن الطريقة فلا تقلق. سأكون ليلا عندكم، ولكن لو أمسك بي الحرس فلا تقولي بأنك من أرشدتني إلى الدخول. لا تقلق، سأنصرف الآن. لقد نام أطفالي جوعا يا سام. حسبنا الله ونعم الوكيل. إني ذاهب إلى يافث، لعلي أجد عنده طعاما. لا تخرج في ظلمة الليل يا زوجي، لا تعرف ماذا يرتب لنا الأعداء. إن الله لن ينسانا. يا يوحى. سمعا وطاعة يا مولاي السراجي. لماذا أرى هوزاء ابنتي دائما وحيدة؟ لا أعرف سببا يا مولاي، ولكنني بالفعل
أرى أنها مختلفة. مختلفة؟ كيف يا يوحى؟ ولماذا تقولين هذا؟ هي دائما تجلس وحدها تنظر إلى السماء وتتأمل في المخلوقات. تتأمل في المخلوقات كثيرا؟ وما معنى هذا؟ لا أدري، أنا فقط أرد على سؤال مولاي. ماذا بك يا أخي؟ أراك حزينا. زوجتي وأولادي يتضورون جوعا يا أخي. فماذا نحن فاعلون؟ لن نفعل شيئا سوى الصبر، الصبر على هذا البلاء. أنا لا أخشى على نفسي، بل على أبي نوح. يريدون حرق كل الأخشاب يا شائك. نعم، إنهم بهذا سوف يحرقون المدينة كلها. وماذا نحن فاعلون؟ ليس أمامنا سوى أن نهاجم مخازن الطعام كي نعطيه للجوع من أتباع نوح. هل رأيك أحد بالأمس وأنت تعطي لهم الطعام؟ لا لا لا، لا تقلقي يا زوجي.